هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت. تسعى الكويت إلى عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل كورونا، وتبدو الكويت أقرب إلى ذلك خاصة بعد عودة الطلبة إلى المدارس، ولكن بإجراءات واشتراطات صارمة. أما قطاع السفر فيظل هو الأكثر تأثراً، ويبدو أن هذا القطاع الذي كان أول المتأثرين بالجائحة يبدو أنه سيكون أيضاً آخر المتعافين منها. تتحسس الكويت طريقها إلى الحياة الطبيعية، فالكويت التي عاشت أشهراً من الإغلاق وحظر التجوال وتحولت فيها الدراسة والمعاملات الحكومية إلى الأونلاين، بدت الحياة فيها الآن أشبه بما كانت عليه قبل فبراير 2020، وإن لم تكن قد عادت تماماً كما كانت. الحمد لله تقريباً رجعت لطبيعتها، بس ما أقدر أقول 100%، لأن بعد يبي لها مسألة وقت. بس بالنسبة للي مرينا عليه أول أيام الأزمة، يعني أقدر أقول 70-75%. الحمد لله كنا وين وصرنا وين. الحمد لله يعني أحسن من قبل. يعني إحنا قبل كنا حضر كلي لجزئي لتسكير تام يعني هذا، بس الحين وايد أحسن، يعني أحسن من قبل. الحين يعني ردت الحياة الطبيعية الحمد لله، بس بحذر 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 يعني الحمد لله. وعودة افتتاح المدارس وانتظام الطلاب ولو بمحاذير وشروط تعد خطوة جريئة، فقد انخفضت أعداد الإصابات في الكويت بشكل كبير، ولأول مرة تشهد الكويت أياماً بلا وفيات بسبب فيروس كورونا. ولذلك فإن عودة الطلبة إلى المدارس تتم من خلال إجراءات صارمة حتى لا تتسبب في انتكاسة جديدة. والله عجيبة، وايد أحسن من الأونلاين، وكله قاعدين مرة ثانية. كورونا بتروح الحمد لله، بس لازم نلبس الماسكات وما يصير نطلع وايد، بلين إن شاء الله كل شيء زين. الدوام يعني الحين تقريبا 3 أيام ليومين مثلا راحة، مناسب يعني الأطفال هم أساس ما يقدر يفتحها كلي، أفضل لهم يعني من باب السيفتي، يعني لهم أحسن لهم. صراحة ما كنت مأيدها لترجع المدارس، ما كنت مأيدها، لأن حسب ما شفت في المدارس لما أودي صراحة ولدي المدرسة وأرجع، يعني هل يعني 6 ساعات يعقل الطالب يقعد على الكرسي، تعطونه فقط فترة 15 دقيقة؟ ما صراحة إذا كانوا خايفين فعلا على عياننا، أنا كنت أؤيد على الأقل السنة هذه تكون أونلاين، لما فعلا يندثر الوباء ويمشي ويروح بإذن الله ترجع المدارس على طبيعتها. وربما قطاع السفر هو الشيء الذي يظل يعاني من أعراض كورونا، فما زالت السعة المسموح بها لحركة الركاب في المطار منخفضة، وما زالت أسعار تذاكر السفر مرتفعة، وما زالت متطلبات إجراء المسحات ذهاباً وإياباً قائمة. أسعار التذاكر مبالغ فيها، ممكن في ناس محتاجينهم يسافرون ومضطرين مو قاعد يسافرون، لأن الأسعار جداً مرتفعة. تذكرة صارت عندك دبل، أزيد من الدبل بعد تذكرة، والمسحة والبنية والهذي، يعني تبي لك أقل شيء بس الطيران والشتمة ما يغن عن 1000 دينار، ما يغن عن 1000. منتظرين إن هم يفتحوا المطار بسعة أكبر، هم دلوقتي حاليا تقريبا في حدود 15,000 فاتحين، لكن منتظر إن هم يفتحوا لسعة 30,000 راتب يوميا. مجرد ما يتفتح 30,000 راتب يوميا الدنيا هتتظبط في الأسعار. أنا أشوفه مناسب للأمانة، هذا أساس إنه ما تزيد الحالات، يعني نسبة المطار تقريبا يمكن 15,000 شخص ممكن باليوم، هذا من باب الاحتياط يعني أساس، لأن إذا احنا فتحنا المطار كله ممكن راح نرد نفس قبل يعني، فاحنا ما نبي شيء هذا. وعلى الرغم من صعوبة السفر وكلفته، إلا أن الكثير من الكويتيين سافروا للاستمتاع بأجازاتهم الصيفية، وكانت تركيا على رأس قائمة الوجهات الأكثر ارتياداً. عدد رحلات شركات الطيران مثلاً كمثال، كم رحلة في اليوم ما بين الكويت ودبي؟ هتلاقيهم 3 أو 4 رحلات، أما اسطنبول للكويت أكثر. كم رحلة تقريباً؟ أقل حاجة 6-7 رحلات، لأن عندنا في شركة طيران الكويتية، الجزيرة، طيران التركية، طيران الأناضول، طيران بيجاسوس، 5 شركات طيران، لو كل واحدة خدت رحلتين وصلنا 10، ده يومي.
أما دبي التي كانت وجهة شبه أسبوعية للبعض، حيث كانت تذكرة السفر تنخفض في بعض الأحيان إلى أقل من 50 دينار، أصبحت اليوم وجهة صعبة، حيث وصل سعر التذكرة إلى أكثر من 500 دينار. قبل كورونا كانت تذكرة دبي الأكونومي العادية 70-80 دينار، وممكن تحصل أقل، بس إحنا بنقول متوسط. دلوقتي قبل شهرين ثلاثة كانت تذكرة دبي كويت بس ب500 دينار فما فوق، بس حاليا الاسعار الى حد ما بقت على 300 200 وشويه 250 260 الاسعار، متوسط الاسعار حاليا، بس برضو غاليه. وعلى الرغم من تخفيف الاجراءات وعوده الطلبه الى المدارس، الا ان شبح كورونا ما زال يهيمن على الاجواء، والمخاوف من موجات اخرى او تحورات جديده تظل هاجسا لدى الجميع، وما زال الكمام رفيقا دائما ليذكرنا ان كورونا باقيه معنا. متى ما شلنا هالكمام وعيالنا داومت يوم بشكل يومي لمدارسها، ايه نقول رجعت. متى ما المطار فتح وسافرنا براحتنا وردينا براحتنا نقول رجعت. ولكن ما زالت فعدها، ولكن احنا عاذرين طبعا، الوباء هذا منتشر، واسال الله يا رب يحفظ الديره ويخلصنا من هالوباء ان شاء الله، وترجع الامور مثل ما كانت وان شاء الله احسن. أصبحت معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بالإي إس جي أصبحت عنصراً أساسياً في تقييم الشركات حول العالم. وأصبحت الشركات الكويتية المدرجة تواجه تحدياً كبيراً في الالتزام بهذه المعايير، خاصة بعد إدراج بورصة الكويت في المؤشرات العالمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل هذه الشركات مطالبة بالالتزام بهذه المعايير. من بين تحديات مختلفة ومعايير تواجه الشركات الكويتية التي تسعى لإفساح مكان لها على الساحة العالمية أو إبراز صورتها ككيانات جديرة بتدفق الاستثمارات الأجنبية، تبرز معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باعتبارها من الملفات الأكثر سخونة في عالم المال والأعمال على المستوى العالمي. هو التحدي أكثر يمكن على الدولة وليس على البنك، ويعني هي صعبة، معادلة صعبة بين أن أنت دولة نفطية وفي نفس الوقت أنت يعني تبي، يعني لازم يكون فيها تدرج وتسلسل على مدى طويل علشان تنحل المشكلات. ولا يوجد تعريف موحد للحوكمة البيئية والاجتماعية، غير أنها تبدو مسطرة تستخدم لقياس مدى صداقة الشركة للبيئة وإلى أي مدى هي ملتزمة بالتنمية المجتمعية، استنادا على فكرة أن الشركة الأقل ضررا على البيئة والأكثر تمسكا بدعم المجتمع والأكثر تطبيقا للحوكمة هي الأكثر عرضة للاستدامة والأجدر بالحصول على التدفق والدعم الاستثماري. في الحين تحول جذري بالبانكينج اندستري وبالعالم كله، اللي هو الـ ESG، اللي هو mainly يخص السوشيال والانفايرمنتال. يعني احنا اسهل شيء عندنا نروح نمول القطاع النفطي. هذه المعايير البيئية والاجتماعية، يقول الخبراء، سوف تلعب دورا حاسما في منظومة تقييم جدارة الشركات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتمويلات، أو للتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، أو للإدراج في مؤشرات عالمية، أو حتى لتصنيف الأسهم في أسواق المال. دخول السوق في المؤشرات العالمية أصبح معناه أنه أصبح عندي في مستثمرين محتبرين في أسواق أخرى زي أوروبا وأمريكا حينظروا إلى الشركات الموجودة في السوق في الكويت، وبالتالي هذا المستثمر الأجنبي عنده تطلعات أعلى فيما يتعلق بالحوكمة من حتى الحد الأدنى الموجود، وبالتالي الشركة اللي فعلا معنية بجذب مستثمر أجنبي لشراء الأسهم بتاعتها لابد أن تنظر إلى المعايير الدولية، ترتقي بقى عن الحد الأدنى وهو الحد المنصوص عليه في قوانين بتاعة الدولة وهيئة سوق المال، وتنظر إلى طب الرجل اللي في أمريكا ده بيعمل أنهي قواعد الحوكمة، المؤسسات الأوروبية بتعمل أنهي قواعد الحوكمة، وترتفع بهذا المستوى. ولبعض الوقت نظرت شركات إلى متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية باعتبارها نشاطا دعائيا أكثر من كونه ضرورة تجارية، بيد أن السنوات الأخيرة وما صاحبها من اهتمام عالمي بالتغيرات المناخية علاوة على تداعيات الجائحة أثبتت نجاعة الالتزام بهذه المتطلبات.
إذا نتكلم على الكلايمت لسي تشينج اللي من ضمنها تأثر على الانفايرمنت، لازم البنوك تعيد النظر في عمليات التمويل علشان تكون يعني فريندلي انفايرمنتال بروجكت، عشان تكون نوع من المساهمة في تحسين الانفايرمنت بالعالم اللي هو يعتمد على النفط مثل العالم بالخليج والعالم اللي اعتماد كلي على النفط. وفي المنطقة العربية قد ينطوي الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية على كثير من التحديات، فالمعايير في سعيها لمكافحة التلوث قد يكون لها موقفا من عوادم النفط، وهذه المعايير في شموليتها قد تنحاز ضد كيفية إدارة الشركات العائلية وقضايا المساواة بين الجنسين. موضوع الحوكمة حاليا ليس مجرد قوانين وتشريعات وقواعد، ولكنه ثقافة تتحول الحوكمة إلى ثقافة اتخاذ القرار، ثقافة التعامل مع الآخرين، احترام المساهمين وصغار المساهمين، احترام المستهلكين حتى المنافسين، وجود قواعد معينة للعمل، ده هيحسن المنظومة كلها بالكامل. وحاليا لا يخلو التقرير السنوي للشركات المدرجة وخاصة تلك المنضوية تحت السوق الأول من تقارير الاستدامة والحوكمة، والتي تشير إلى مدى مرونة الشركة في التعامل مع التحديات المختلفة فنية أو بيئية أو اجتماعية، وعليها أن تجيب على السؤال الأهم: كيف ستبقي نماذج أعمالها صالحة في غضون 10 سنوات؟ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليست بالشيء الجديد، فهي كانت موجودة معنا منذ فترة، لكنها اكتسبت جاذبية في الوقت الحالي بعد أن تمسك الناس بها في العامين الأخيرين، لأن التغييرات المناخية أصبحت مشكلة خطيرة، ما دفع قادة العالم إلى التركيز على هذه المسألة، وهو ما أدى إلى إبراز مفاهيم الحوكمة بشكل كبير. وهذا هو مفهوم التنمية الاجتماعية، فهو يهتم بالبيئة ويهتم بالمجتمع ويشدد على الحوكمة الجيدة في الشركة، والشركة التي تهتم بهذه الأمور هي أيضا تسدي شيئا جيدا للمجتمع. طيب، هل توجد حزمة من القواعد المحددة أو المعايير التي تستخدم لقياس مدى التزام الشركة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟ This is a very, very interesting question because we don't have any uniform standards. So we have so many people saying so many things as to what is ESG. هذا سؤال مهم للغاية، لأنه لا يوجد معايير ثابتة، ولدينا إناس كثيرون يقولون أشياء كثيرة حول ما هي المعايير، وهذه مشكلة حاليا حول الحد الأدنى للالتزام بالحوكمة داخل الشركة، وهو أمر لم يتطور بشكل كامل، وهناك غموض في كيفية قياس التزام الشركة من منظور الحوكمة البيئية. وعلى سبيل المثال، المعايير الاجتماعية هي أيضا تتفاوت في نوعيتها وفي النظر إليها بسبب الاختلافات الثقافية، ولكون الشرق الأوسط فيه ثقافة مختلفة عن أسواق ناشئة أخرى، والشريعة الإسلامية قد تختلف مع مبادئ الحوكمة في نقطة وتلتقي معها في أخرى. وبشكل عام، فإن ما يراه البعض شيئا جيدا للحوكمة قد يبدو غير ذلك لآخرين. ESG and it prohibits sin industries like gambling, tobacco. So generally the concept of Islamic Sharia can be understood as doing good for the society. طيب، بهذا المفهوم قد يكون هناك شيء من التحيز ضد مجتمعاتنا هنا، مجتمعات إسلامية على سبيل المثال، أو حتى مجتمعات أو شركات تقليدية أيضا. The partiality, in my view, cannot be on the E or the G, but the partiality can be on the S. So, for example, all of us understand what is environment friendly and what is not environment friendly. التحيز لن يكون فيما يتعلق بالبيئة أو في حوكمة الشركات، فكلنا نعرف ما هي حوكمة البيئة، فالاستخدام المفرط للبلاستيك هو أمر غير صديق للبيئة، ولا يوجد تفسيران مختلفان عن ذلك، ومثله
تشكيلة مجالس الإدارة في الشركات، فلا بد أن تكون معززة بالخبرات وبالمساواة بين الجنسين. المسألة الشائكة هي الحوكمة الاجتماعية لكونها ترتبط بمسائل ذات علاقة بالبلد وبالمجتمع، وفي العالم العربي توجد ثوابت اجتماعية راسخة قد تختلف مع منظور العالم الغربي، لذلك يجب أن نطور أطر عامة محلية حول كيفية تفسير المعايير الاجتماعية كما يفهمها بقية العالم. بعد الفاصل، نتائج الشركات للربع الثالث والبنوك الكويتية تقدم خدماتها لأصحاب الاحتياجات الخاصة. كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم. أنهت بورصة الكويت الربع الثالث على مكاسب لافتة لجميع مؤشراتها، مستفيدة بعودة الحياة إلى طبيعتها وارتفاع أسعار النفط وتطبيق آليات جديدة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع السيولة وارتفاع معدلاتها لتلامس 50 مليون دينار يوميا. على الرغم من المسار العرضي الذي شاب تداولاتها في سبتمبر، فإن بورصة الكويت تنهي الربع الثالث من 2021 بأرقام نمو قوية، يتصدرها السوق الأول بمكاسب تزيد على 8%، ويليه المؤشر العام ب 7.5%، فيما اقتربت مكاسب المؤشر الرئيسي من 6%، والمكاسب جاءت بفضل الأداء القوي للبورصة في شهري يوليو وأغسطس. حسن الأداء يلي مش بس انه والله الدخول بالام اس سي اي وانه امريكا طبعت فلوس وغيره هو اللي ادى للسيوله، بس كمان حسن الاداء ادى لسيوله وابتكارات دخلوا فيها جديده وبوتيره سريعه. هيدي اولا. ثانيا، الموضوع الثاني اللي انا بحب ركز عليه واثني عليه انه الجهات الرقابيه بالكويت كان في توازن ما بين نمو السوق والرقابه الجيده. وخلال الربع الثالث استفادت البورصة من متغيرات خارجية وإن كانت ليست ذات ارتباط مباشر بها، لكنها عززت الثقة في معطيات اقتصادية ومالية عامة وحسنت من نفسيات المتداولين. فخلال الربع المنتهي صعد النفط إلى أعلى سعر له في 3 سنوات ووصل إلى 75 دولار للبرميل. وفيه أعلن صندوق الأجيال القادمة السيادي عن تحقيق أفضل أداء له في تاريخه. طبعا الاستثمارات في القطاع التكنولوجي كان يعني من افضل القطاعات، ولكن الصندوق السيادي صندوق متنوع وطبعا لا يستثمر في جزء كبير من الاستثمارات في هذا القطاع، ولكن له تاثير على هذا القطاع. وايضا الشركات العالميه او الشركات الصناعيه العالميه ايضا يعني شاهدنا اداء جيد في العام الماضي. وتمتعت البورصة خلال الربع الثالث بسيولة تداول جيدة لامست 50 مليون دينار في جلسات كثيرة، والانتعاش جاء بفضل التداولات على أسهم ممتازة مثل الوطني وبيتك وأجلتي، وكذلك بفضل اتساع دائرة نشاط صناع السوق وتكريس آليات النيتينج. الآن بلشنا نشوف أثر صناع السوق على بعض الأوراق المالية، وإن شاء الله راح نشوف أثر المارجن قريباً، وأيضا راح نشوف أثر تداول حقوق الأولوية. وخلال الربع الثالث استفادت شركات كثيرة من بياناتها المالية عن النصف الأول، مسجلة نسب نمو كبيرة ومعلنة تعافيها بدرجة أكبر من تداعيات الجائحة. وخلال ذلك الربع باعت أجيليتي عملياتها اللوجستية العالمية المتكاملة، وفيه مالت أغلب المصارف إلى إصدار أوراق مالية لتعزيز رؤوس أموالها. بادرنا عبر أدواتنا المتاحة لنا وصلاحياتنا القانونية لتعزيز وترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي بهدف تخفيف وطأة هذه الأزمة على القطاع المصرفي وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه. التدابير اللي اتخذها بنك الكويت المركزي ممكن أن نصنفها عبر 4 قنوات أساسية في الاستقرار النقدي عبر أدوات السياسة النقدية،
الاستقرار المالي، أدوات سياسة التحوط الكلي والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك الدور الإضافي اللي أنيط ببنك الكويت المركزي رئاسة اللجنة الاقتصادية التحفيزية العام الماضي. بانتهاء الربع الثالث تواصل بورصة الكويت رحلة عام من التعافي، وتعود بشكل كبير إلى الأداء الذي كانت عليه قبيل الجائحة. فهل يكون الربع الأخير هو مرحلة جديدة من مواصلة المكاسب؟ وما هي المتغيرات التي ستكون وقودا لتلك المكاسب؟ تسعى البنوك الكويتية إلى توفير خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال طرق مبتكرة تتناسب مع متطلباتهم، كما يدعو البنك المركزي الكويتي البنوك لاستيعاب هذه الفئة وتوفير الخدمات بالأسلوب الذي يتناسب معهم. حزمة من المنتجات والخدمات تعمل المصارف على توفيرها لأصحاب الاحتياجات الخاصة، رافعة شعارات الاستيعاب والتسهيل والتعريف. فالمصارف استوعبت احتياج كل صاحب إعاقة إلى نوع معين من التمكين من أجل إتمام معاملته، وهي لذلك طورت وسائل تتناسب مع كل حالة. والمصارف حرصت على تعريف العميل بحقوقه والتزاماته بالطريقة التي يستطيع هو إدراكها. ذوي الاحتياجات الخاصة يعني هم بالنسبة لنا أولوية، يعني بالنهاية خدمتهم تسعدنا وترضينا، ونتمنى أن نحن نكون واصلين عند توقع جميع عملائنا، سواء عملائنا اللي يترددون علينا بشكل يومي أو عملائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإيمانا بحق أصحاب الاحتياجات الخاصة في معاملة وحقوق متساوية، اشتملت حملة لنكن على دراية التي أطلقها البنك المركزي الكويتي على فقرات خاصة بالمبادئ والممارسات التي يجب على المصارف تطبيقها لخدمة تلك الفئة، منها أن يخصص المصرف فرعا في كل محافظة يتضمن كافة الاحتياجات التي يتطلبها العميل لإتمام معاملاته. وضع جهاز على الأقل في كل فرع من هذه الفروع يخدم هذه الشريحة بشكل متوافق ومتناسق مع حسب نوع الإعاقة الموجودة لديهم. فحاليا عندنا جهاز خاص لذوي الاحتياج الخاصة يضمن لهم سلامتهم، وفي غرف زجاجية سهلة الخروج والدخول. الجهاز صمم بطريقة متناسقة ومتوافقة مع وضعية المعاق، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة في الكراسي المتحركة. أول ما ندري أن العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا راجع أحد الفروع اللي موجودة عندنا في ست محافظات، الست فروع اللي موجودة عندنا، يتم توجيهها رأسا إلى موظف في الخدمة. ولكن إذا راجع أحد الفروع اللي ما يتواجد فيها موظف ذوي الاحتياجات الخاصة، والله الحمد اليوم موظفينا يعني فروعنا معظمها على دراية كيفية التعامل مع هؤلاء العملاء ويخدمونهم لهم أفضل خدمة. تبدأ التسهيلات التي تقدمها المصارف بمواقف خاصة للسيارات ومنحدرات ومصاعد للدخول ومقاعد متحركة. وداخل الفرع تتعدد الخدمات بدءا بغرفة زجاجية خاصة وسماعات أذن وأجهزة سحب ذات طبيعة خاصة. ويوجد في كل فرع موظف يتقن لغة الإشارة، مهمته تلبية احتياجات العملاء ذوي الإعاقات السمعية. كما يوجد نماذج خاصة بالعقود والمعاملات مكتوبة بطريقة بريل. زود كل فرع في آلات طابعة ذات تقنية عالية تقوم بطباعة النماذج والأوراق والمستندات المطلوبة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يتقنون لغة برايل. للأمانة سعيد لأنه فيه كثير من الخصوصية وبدون تدخل من أحد، وغير هذا أنا تسهل لي وقت وجود، بدل ما أنا أنطر شخص معين يقرأ لي الخيارات، خلاص صرت أنا أقدر أسمع وأنا أختار طبقا للموجود عندي من خلال قارئ الشاشة. حتى خزائن الأمانات تم توفيرها للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم الحرص على تصميم الخزائن بشكل مريح وملائم للاستخدام. وقد امتدت رقعة الخدمات إلى المواقع الإلكترونية للبنوك، وأصبحت توفر خدمات صوتية ولغة إشارة للتسهيل على العملاء الحصول على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
صناديق الأمانات اللي موجودة في فروعنا لعملاء ذوي احتياجات خاصة، تم تخصيص صناديق أمانات على مستوى يعني ما يكون عالي لهم، يكون بوكس موجود لهم يقدرون يستخدمونه ويكون سهل عليهم استخدام الصندوق والدخول إلى صندوقهم لاستخدام الخدمة هذه. وجميع هذه الخدمات تقدم مجانا للعميل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أيضا يتمتع بذات الخدمات التي تقدم لبقية العملاء دون تمييز، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والتمويل دون زيادة أي أعباء عليه من فوائد عوائد أو رسوم أو غيره. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على الكويت. نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة بيت التمويل الكويتي.